وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لطائفة البهرة بالهند على مشاركتهم ومساهمتهم في تطوير مساجد آل البيت. خلال افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عملية التطوير والترميم بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، أكد الرئيس السيسي أنه يقدر جهود طائفة البهرة ودلالاتها الكبيرة على حب آل البيت. ثالث مناسبة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى نفتتح تطوير الأضرحة. سابقا كان ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة ثم السيدة زينب، وطبعا مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا وليها دلالة كبيرة قوي على حب آل البيت والبذل من أجلهم.